الرئيس السيسي يتبادل برقيات التهنئة مع زعماء الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر. المجلس العسكري الانتقالي بالسودان يدعو لانتخابات خلال 9 أشهر. الكرملين يقول إن موسكو لم تبلغ واشنطن بسحب الخبراء الروس من فنزويلا. الثانية ظهرا 12 بتوقيت جرينتش، موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من القاهرة. أهلا بكم. تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وأعرب الرئيس السيسي في برقيته للزعماء العرب والمسلمين عن أصدق تهاني بهذه المناسبة السعيدة، داعيا المولى عز وجل أن يجعل هذا العيد عيدا سعيدا مباركا، وأن يعيده عليهم وعلى شعوبهم وجميع الشعوب العربية والإسلامية بدوام الرخاء والازدهار، وعلى عالمنا العربي والإسلامي بالأمن والاستقرار. أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان إيقاف التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير والدعوة إلى انتخابات عامة في فترة لا تتجاوز 9 أشهر. وشدد البرهان على أن المجلس الانتقالي على عهده بعدم تسليم السلطة إلا لمن يرتضيه الشعب من خلال صناديق الانتخابات. أعلن الكرملين أن موسكو لم تبلغ واشنطن بسحب الخبراء الروس من فنزويلا، ووصف الكرملين تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول هذا الموضوع بالمبنية على مصادر صحفية. أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام تقوية البث الأرضي لنقل الأحداث والمباريات المقامة بمصر ليغطي جميع محافظات الجمهورية وبصورة عالية الجودة. وقالت الهيئة إن ذلك يأتي انطلاقا من حرصها على حق المواطن المصري في مشاهدة الأحداث والبطولات الرياضية المقامة على أرض مصر عبر قنوات الوطنية للإعلام الأرضية، حيث تم إطلاق قناة تايم سبورت لنقل مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية بصورة عالية الجودة، والتي تم تقوية بثها الأرضي الرقمي الجديد ليوازي البث الفضائي في جودة وقوة الإشارة والصورة. وننوه عناية السادة المشاهدين بأن قناة تايم سبورت ستتواجد في جميع مراكز الشباب وبتقنية عالية، تقنية الـ HD، وتعد القناة انطلاقة جديدة للتلفزيون المصري وإضافة قوية بمميزاتها، فضلا عن أنها تعتبر تجربة فريدة. وقعت شركة واتشيت أول وأكبر منصة ديجيتال مملوكة للدولة المصرية اتفاقية مع مدينة الإنتاج الإعلامي لتسخير كافة الأعمال الإنتاجية الكبيرة داخل المدينة للعرض على المنصة. تأتي الاتفاقية في إطار جهود شركة واتشيت لحماية حقوق المبدعين والمنتجين والتراث الفني المصري ومستقبل صناعة الدراما والسينما. وتؤكد شركة واتشيت أنها لن تسمح بمزيد من الإهدار أو القرصنة على المواد الفنية أو المحتوى الإبداعي الذي يملكه التلفزيون أو يتم تسجيله وتصويره بمدينة الإنتاج الإعلامي. للمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.